وائل وبسام مكان واحد، خبرهم انهم فكاهيين لكن نحتاج منهم بعد بعض الفقشات. ايش الفقشات يعني؟ فقشات يعني بعض البقسات. يلا افقشكم. لا 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 الفقشات يا اخوي، بعض القفشات. القفشات يعني تكون عارف وضعيتك. وضعيت ايش؟ لا لا بوكس بوكس. شايب واقف عند الضمان ساحبين عليه راتبه ما اعطوه. تخيل شكلك انت شايب. يلا قولها. يا ابن حلال وراي عيال والله ما ادري منين اسمك. شو طرش هذا؟ مش هي ضمان والله. شو طرش؟ لا لا رد عليه رد عليه خلينا نشوف. يلا يا والد يا والد، هذه اوراق ابصم هنا. وين ابصم؟ انا ما انا يدي اكلهن الدود والدنيا. شو شلون ابصم يا ابن الحلال؟ ها تنفك بصبعك هذه يا اخوي. يا ابن الحلال اعطني رويتي، ودي اصرف على عيالي. مو انا اللي اعطيك، روح للصرافه. هبلك الله في وجه القنبله. الله ابو وجهك، دي دعوه صدق والله. دي بعد مصر حلال. والله صادق. لكن انا اعطيك انا اعطيك انا اعطيك وضعيه مثلا. انا اعطيك وضعيه واحد منحوس وانت وانت عسكري حاط على قسيمه حق تضليل. طيب حق ايش؟ حق تضليل. يلا حق تضليل. طيب يلا بسرعه ما نخفيها دقيقه. لا رخصة استمارة يا شوف، هذا بيعطيك وضعية مرور وانا على سيارة شايب. رخصة استمارة اللي معك. اقول لك رخصة استمارة. روح يدك كبير ولا تمكينا. تبت يدك كيف تجرى يديك تمد يدك على واحد كذا؟ لا امزح. مد مد والله. رجل امن خلاص. رجل امن تتفلت على خلايا. لا تتعدى على رجال الامن. رجال امن ما يمدون يديهم. رجال امن ما يمدون يديهم. هي مضحكة. لا حول ولا قوة الا بالله. المشكلة يا سعد.